مسافه عند متوالية. كما اقول دائما الهدف من هذا المنتدى واللقاء هو الاتصال صوره الانجاز العمري وايضا الاجتماع في صوت الميلان والنقاش في هذه القرارات الوطنيه في الرؤى التي يطرحها اصحاب المعالي والضفه فيما يتعلق بدور واداء وكفاءات وانجازات وخطط وبرامج المؤسسات الحيويه. منذ الاسبوع الماضي تعودت دائما نوع الانجاز بما تفاعل قطاع المملكه. استمرت زيارات جلاله الملك عبد الله الثاني اليوم في الزرقاء وامس كان يوم الاقتراع العبري والاطلاع عليه كمشروع استراتيجي حيوي للاقتصاد والنهضه الاقتصاديه الوطنيه. الزرقاء اليوم هي ايضا ضمن الجولات الملكيه للمحافظات احتفال بالزمن الجديد الزمن العطائي والبناء والزيارة والمنح. الحرب على غزه واصل الاردن موقفه الدائم المختلف الداعي لوقف هذه الحرب واستعاده المسار السياسي المفضي الى حل الدولتين وايضا ايصاء المساعدات ودعم صعود الامن في غزه. ايضا يستمر اداء الدبلوماسيه الاردنيه عبر الجوله التي يقوم بها والزيارات المستمره واللقاءات يقوم بها نائب رئيس الوزراء الاستاذ ايمن الصبري على مختلف المحافل والمنابر واللقاءات الثنائيه فيما يتعلق بايصاء رساله الاردن وصوتها الواضح فيما يتعلق بهذه الازمه الكبيره. اجتماعات الاردن كانت الاسبوع الماضي ايضا برئاسه دوله الدكتور بشر بن صالح في القاهره مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على موضوع اللجنه الاردنيه والامم المشتركه وبحث قضايا تتصل بالاقتصاد الوطني والثبات الاقتصادي وايضا نقل البضائع وموضوعات اخرى تتعلق بالاقتصاد ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين في مختلف الفرق القطاعيه التي تمت مناقشه بين الخبرة العربية ستكون في البحرين وسيكون هناك طبعا نشاط تطوري واضح فيها. بدأت اجتماعات ممهدة لها والأردن أيضا شارك فيها. هناك أيضا إنجازات خلال الأسبوع الماضي أعلن عنها وأهمها رفع التصنيف الأردني لأول مرة منذ 21 عام يرفع التصنيف الائتماني السيادي عبر وكالة الأمم العالمية. كما أوضح دولة الدكتور بشر بن صالح خلال تواصل بمجلس الوزراء قبل أيام بأن هذا إنجاز مهم يأتي ليضع صورة من صور النجاح الأردني فيما يتعلق باستعادة كفاءة الاقتصاد كذلك مع التضخم الحفاظ على ملاءة مالية واحتياط نقدي عالي. أيضا هذا يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني لأن هذا التصنيف مهم. لأن هذا كله يأتي بظل إصرار الأردن على المضي إلى الشوط التحديثي والإصلاحي السياسي والإداري وأيضا الاقتصاد وفق الرؤى الثلاثة التي أنجزها الأردن ويعمل عليها وكل النتائج ستكون إن شاء الله في الشق السياسي عبر الانتخابات النيابية في العاشر من يوليو. هناك أيضا لقاء سيكون يوم السبت مناقشة قضايا الإصلاح الإداري سيعود فيه السادة الوزراء المعنيون وأيضا نائب رئيس الوزراء الدكتور ناصر الشريعة حول رؤية الدولة في موضوع الموارد البشرية والإصلاح المتحقق والمطلوب لهذا الأمر. نؤكد دائما التزامنا بأننا نضع بين الإعلام أفضل السبل هي الحوار والنقاش وطرح الآراء والأفكار. مرة ثانية وأنا أرحب بطلقة البلدات العربيات رئيس نشيط السياحة. أرحب بك سيدي وأيضا آمل أن يكون هناك إنجاز واضح حول مسار الوضع السياحي في الأردن. إلى أين نحن نتجه تطلعاتكم للسياحة في الأردن في ظل الظروف الإقليمية الصعبة وأيضا دائما هذا القطاع السياحي كما كان هنا معالي وزير السياحة كان من أكثر القطاعات تضررا لكن أيضا نسعى استجابة للمنطقة. شكرا معاليك، فرصة أتشرف فيها أكون معاكم مع زميلاتنا الإعلاميات والإعلاميين اللي دائما إحنا الحقيقة معاهم على تواصل فيما يتعلق في القطاع السياحي وتسويق وترويج الأردن اللي بينعكس إن شاء الله إيجابيا على اقتصادنا. زي ما بتعرفوا الدخل السياحي والسياحة القطاع السياحي هو عصب الاقتصاد الأردني. ما بدي أرجع للتاريخ، السنة الماضية كان عندنا 7.3 مليار دولار دخل سياحي، أعلى نسبة مساهمة في العملة الصعبة كانت من الدخل السياحي.
تاريخيا كان دائما حوالات المغتربين، لكن الحمد لله منعت الاقتصاد الأردني التوجه الحكومي وتوجيهات جلالة الملك سمو ولي العهد إلى هذا القطاع أهمية. نجحنا في آخر 5 أو 6 سنوات برفع قيمة هذا القطاع من خلال الاستثمارات السياحية وأعداد السياح اللي شفتوها وكنتوا يعني تشاهدوها في المواقع السياحية للعام الماضي. خلينا نحكي بالحاضر، الآن في تحديات كبيرة أمامنا لما يحدث. تأثرنا بشكل كبير بالعدوان الغاشم على إخواننا في غزة، انعكس على أعداد السياح الأوروبيين والأمريكيين للأردن. عم نشوف في الفترة في انخفاض في أعداد السياح في المواقع السياحية الرئيسية. بدي أكد ويعني ما في اختلاف في قضية أعداد السياح، بدي أوضح هذه النقطة للإعلام. صحيح أن أول 3 أشهر الانخفاض 5% والدخل السياحي مليار تقريبا 200 مليون بانخفاض 5%، لكن على أرض الواقع لما تفرج على مزودي الخدمات السياحية كمكاتب سياحة وسفر كالإشغال في الفترة هي المؤشر الرئيسي للسياحة، هناك انخفاض. ولكن زي ما تفضل معي هناك سرعة استجابة وفي هناك خطة طوارئ لهذا الموضوع لتعويض هذا الانخفاض. الآن عم في توجيهات معالي وزير السياحة، في خطة وبلشنا فيها لتنويع مصادر أسواقنا. عم نفتح السوق الأفريقي، ذهبنا إلى كينيا، أثيوبيا ورواندا لجلب السياحة الدينية والسياحة العلاجية. الآن فريق تنشيط السياحة متوجه إلى الصين، إلى كوريا، ماليزيا، إندونيسيا والهند. كنا في دبي الأسبوع الماضي، كان في لقاءات ناجحة جدا مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي وفي دبي وقطر والبحرين، حتى يصير في تسويق للأردن من خلال الطيران. تعرفي ما في طيران مباشر، السياح في طيران مباشر، ما في طيران مباشر لدول آسيا. الآن هناك في معرض سياحي متنقل راح يكون بالتشارك مع أشقائنا الدول العربية للأسواق البعيدة. زي ما بتعرف السائح اللي بالدول البعيدة بيقعد 14 يوم، بالتالي فرصة إنه يقعد في برنامج مشترك مع بعض دول الخليج مع الأردن كجوينت باكج. أشقائنا المصريين كان في اجتماع ناجح مع رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، الآن سيتم تصوير الأردن ومصر كوجهة مشتركة مع دولة ثالثة. تعرفين مصر والأردن قاعدين بتعاني، تحط دولة أخرى أوروبية معاك بالباكج للدول البعيدة خصوصا لأمريكا، أمريكا اللاتينية كثير مهم، بالتشارك مع ملكية الأردنية والطيران المصري وطيران وبعضه كمان في طيران آخر حيكون معنا. راح نطلع خارج الصندوق بالتفكير في موضوع إنه تسويق الأردن كوجهة سياحية ضمن أوضاع راهنة على الكلاسيكال تور أو البرنامج السياحي التقليدي. راح يكون هناك تحالفات سياحية اقتصادية كبيرة مع هذه الدول. الآن بحب أكد لكم إنه إحنا ما يعني في سياحة المؤتمرات بتعطي رسالة. إخوان المشكلة إنه في أوروبا قاعدين وفي أمريكا خايفين يجوا على المنطقة. الآن في عندي خلال شهر 5 و6 و7 بأكد لكم حوالي 400 مؤثر عالمي جايين يعني الأردن داعينه هي تشيط السياحة. راح يجوا على الأردن، هم هذول راح ينقلوا الصورة الحقيقية إنه الأردن ما فيها أي مشكلة الحمد لله. المواقع السياحية مفتوحة، حدودنا مفتوحة، ما في أي مشاكل داخل الأردن حتى إنها تأثر على السياح بشكل عام. فهذول راح يكون لهم دور كبير في هذا الموضوع. مستمرين في حملاتنا التسويقية مع المحركات البحث العالمية، مع السوشيال ميديا زي إكسبيديا وناشيونال جيوغرافيك وتريب أدفايزر، شغالين بقوة في محتوى عم نحط على الأردن بشكل إيجابي. في هناك بسموها مشاهدات حية أو شهادات حية اللي هي تستيمونيالز من سياح في مواقع سياحية قاعدين نبثها. وجود مؤتمرات وفعاليات في الأردن بعطي رسالة تطمين للعالم إنه ما في شيء، وبالتالي القطاع السياحي هو حساس، يعني أول ما يتأثر وبالتالي السائح ممكن يروح على دولة ثانية لأنه في حساسية المكان أو الأمور عم تحدث في المنطقة وفي يعني بدائل أخرى، بالتالي كثير حساس موضوع السياحة للتوجه لمناطق ومناطق النزاع. عم قاعدين نطلع الإعلام معي وزير السياحة، عم بطلع الإعلام العالمي، مقابلات بشكل مكثف للحديث عن الأردن وعن التجارب السياحية، وإنه بالعكس الأردن مستقبل ولازمنا نستقبل سياح من معظم دول العالم، وبالتالي
ان شاء الله راح ينعكس ايجابيا. وانا متفائل الحقيقه، دائما انا بدي اكون دائما ايجابي في طرحي، متفائل خلال ان شاء الله الموسم القادم شهر 9 و10 الامور راح ترجع وترجع بسرعه. يعني احنا الان بدي اكون كمان يعني احكي اوضح اكثر بدون استبق الاحداث بالنسبه للاسئله. صحيح في بعض الطيران منخفض التكاليف خفف جيته على الاردن، خصوصا طيران رايان اير. عندنا الان ثلاث وجهات موجوده مستمره خلال فتره الصيف، طيران الويز اير مستمر ما انقطع، طيران لفولينج مستمر، ترانزافيا من فرنسا برضه مستمر، تشارتر اللي هو طيران العرض بشهر بواحد ستة راح يبلش يرجع وقنا عن ست اتفاقيات راح يجي على العقبة إن شاء الله بشهر ستة أو سبعة في مجموعة من شركات الطيران العارض راح يجي على العقبة. قاعدين بنعمل جهد كبير لتسويق وترويج الأردن والحفاظ على الأقل بآخر نهاية العام نحافظ على إنجاز 2023. فعاليات مهمة جدا، المهرجانات مهمة جدا، لكن ضمن إطار وثوابت وارتكازات الدولة الأردنية. الفعاليات العائلية الثقافية اللي هذه تعطي مسج إنه في هناك فعاليات وبالتالي تحفز السائح يجي على الأردن ويزور هاي المواقع. القطاع السياحي هو صناعة تصديرية وعبارة عن سلعة يستهلكها السائح أو المستهلك داخل الأراضي الأردنية، هي صناعة تصديرية وبالتالي تجلب عملية صعبة للأردن. بدنا نحافظ على هذا القطاع. أكيد تأثر العاملين في القطاع، هناك خطة مع الحكومة خلال البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي لإنقاذ هذا القطاع والحفاظ على ديمومته على سيرورته. بالتالي لن أقول لكم وأكد لكم لن نقبل أنه هذا القطاع يتأثر، خصوصا العاملين في هذا القطاع لأنه هم عماد هذا القطاع. إجراءات رح تكون إن شاء الله سريعة من قبل وزارة السياحة ومن قبل جمعيات المهن السياحية للحفاظ على هذا القطاع. ما بدي أطيل الحديث، لكن بأكد لكم إنه إحنا الخطة البلان بي زي ما بيحكوها موجودة وبلشنا ننفذ فيها على أساس إنه ما نخسر من الأعداد السياح، ونأكد على ضرورة إنه يكون مزودي الخدمات السياحية بأفضل حال إن شاء الله. شكرا. شكرا. سريع، لكن هناك في حقائق مهمة إن هذا القطاع يتعافى ويستطيع أن يكتسب أدوار جديدة في مجال الخدمات، لكن أيضا لا يمكن الإجهال أن هذا القطاع تأثر تأثرا شديدا في ظل الأزمة الراهنة ويلحق على غزة، وأن هناك خطط إجرائية تتم لتخفيض هذه الآثار، هناك أيضا خطط استجابة واضحة، هناك استقرار في بعض الأمور، لكن بعض الأمور أيضا فيها مشاكل، هناك نقص في عدد الزوار في فترة الفترة. هذا واقع مهم وجزء من العلاج، دائما يكون الاعتراف بالواقع ومشاركة أصحاب الرأي والإعلام الأردني المهني المسؤول أن هذا الاعتراف بهذا الواقع يعني أنه لا بد أن يكون هناك علاج، هناك استراتيجيات، هناك استعادة للحياة كما قال دولة الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لأننا يجب أن نعمل على استعادة الحياة وتكون مواعيدنا مواعيد القضايا والحواس الوطنية واضحة فيما يتعلق بكفاءة يعزز تصنيفاتنا العالمية والدولية التي تعز مناطق الاقتصاد الروسي. إذن كنت مجال لزملائنا الإعلاميين خلينا نبدأ بالأسئلة. تفضل. لديك الاسم والجهة التي يعني ينتمي إليها الزميل، والمرة الثانية عندما نقول عدد الأسئلة يفضل أن لا يتكرر. ممكن البعض يسأل سؤال واحد في ثلاث أسئلة. بس حتى فيه مجال تكون البعض انتقى بالمحل يقول سؤال واحد بس عشان ما نجمع تتكلم الناس. يعطيكم العافية، وهذا الافتتاح ماس من صحيفة صدى الشعب. هل تعتقد أن البنية التحتية الواصلة إلى المناطق السياحية مؤهلة لاستقطاب عدد كبير من السياح؟ نحن نرى دول متقدمة مثل تركيا تجد أن البنية التحتية إلى درجة عالية، لكن في بعض المناطق السياحية تجد أن الشوارع ضيقة وطرقها ليست نافذة، وخدمات لوجستية مثل الحمامات وغالبيتها ليست متوفرة ضمن هذه. تمام، يعني المرة خدمات تكون تمام، يعني واحد بده على مكان بده خدمات. تمام، تفضل. بسم الله، يعطيكم العافية.
بقول لك الرابط على طول. الاسم الكريم عمر برصان، مجموعة القوة الإعلامية. سؤالي بصراحة حول موضوع المؤثرين والمشاهير، كيف عملية اختيار هذول المشاهير؟ خصوصا ذكرت انه 400 مؤثر، وبرضه اذا تعطينا التكلفة او رجل البثية وايضا الاعوام الماضية كمان، كيف عملية انتقاء واختيارهم؟ شكرا. تمام، المؤثرين. بدايةً بدي أبارك لدكتور عبد الرزاق مناصب التصنيف ضمن قائمة أفضل 100 قائد في القطاع السياحي باسمي وباسم تاج طبعاً. باسم كل الأسرة طبعاً، باسم كل الصحفيين. سؤالي دائماً الأردن معروفة فقط مش فقط كعالمياً بالبتراء والهرم والعقبة، ولكن هناك أماكن سياحية كثيرة لا يتم تسليط الضوء عليها مثل محمية الأزرق. ما هو دوركم في تنشيط كهيئة تنشيط السياحة لتسليط الضوء على مثل هذه الأماكن؟ وكمان نعلم أن هناك رحالة أردنية مثل ابن حتوتة وجحا الطاب يتابعهم ملايين الأشخاص سواء من الأردن أو العالم، فهل هناك تعاون بينكم وبين هذه الرحالة لترويج الأماكن التي لا يتم تسليط الضوء عليها؟ سوري آخر شيء، أمل أنه في أحد السنوات إحدى الرحالة الأردنيين تم مصادرة معداته وهو عم بيروج للوادي نوم، بالمقابل هو عم بيروج عم بيدفعوا لبلاد ثانية ليروج لبلادهم، فبحب التوضيح بهذه النقطة. الوجهات الجديدة نعم، غير البتراء وغير الدرج، نعم ما حد منها. تفضل. صور فيديو يا قلبي. بداية، ما هي أكثر دولة يأتي صور فيديو صور فيديو؟ ثانيا، يعني المواطن الأردني يذهب للسياحة في الخارج لأنه أرخص من السياحة في الأردن، يعني 4 أيام في شرم الشيخ تعادل يوم ولا يومين في العقبة والبحر الميت، ومتى ممكن نتخلص من هذه المعضلة بصراحة؟ اليوم السياحة هي كيف فادتها وكيف أنقذت هذا القطاع؟ نعرف في برامج كثير تجمع وغيرها من البرامج التحفيزية ممكن اللي ساعدت كثير هذا القطاع في هذه الأزمة. الجزئية الثانية، أنا بدي أحكي مش عن المؤثرين يمكن طريقة أو شو تكلفتهم، نحن المؤثرين الأردنيين كيف بيساعدوا وكيف ممكن يساعدوا؟ يعني واحد من الناس اللي بتوقع منهم شوي في تفسير من هذول المؤثرين تجاه يمكن السياحة والقطاع هو هم وطني، ف يعني كيف ممكن نخليهم يلجأوا لحل هذا؟ تمام، توفيق. استاذ توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر مالك. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني أنا أحب أؤكد أنه جلالة الملك يعني أول يجوز هذا العام أول من ابتدأ في موضوع الترويج السياحي بطريقة مختلفة، وبدأها في اللقاءات الشعبية. قد تكون اللقاءات الشعبية هذه في مناطق سياحية أو مناطق فيها جذب. أنا أحب أن أسأل عطوفة الأخ العزيز، هل المفروض أن نعيد النظر في عرض المنتج السياحي عما كان سابقا، يعني نعيد عرضه بصوره شموليه؟ والموضوع الاخر، هل لديكم اتفاقيات مع مواقع عالميه في الترويج مثل تريفايزر، بوكن، المواقع اللي المشهوره هاي اللي كبيره؟ واشكر سيدي. تفضل وراك استاذ توفيق عشان بس نخلص الموضوع. المنظمات يعني خلينا نحكي المجتمع المحلي في منطقة شيخ بدران. صوت مهم نسمع المجتمع المحلي. تفضل. سيدي أنا يعني الآن جاي من موقع خربة مدراج في شيخ بدران، وهي موقع مهم جدا، أعتقد إنه يتاح فيها الإمكانية إنه توسع السياحة العمانية، وللأسف الشديد إنه
يتم يعني بصراحة العبث في الآثار اللي موجودة، ويتم إعطاء ترخيص على مواقع أثرية. ما فيها موجود يعني في حارس وفي كذا في المنطقة. لا لا، هو الموضوع مش موضوع الحارس، موضوع سيدي إنه دائما الآثار تمنح رخص للبناء على مواقع أثرية، وأنا جاي الآن من الموقع. وبصراحة حبيت يعني إنه يكون هاي فرصة إنه ألفت الانتباه إلى إنه في مواقع أثرية مهمة جدا، وبصراحة يعني في فيها بحوث من الجامعة الأردنية ومن بعثات أثرية خارجية هي جاية على طريق الديكابوليس اللي تربط بين فيلادلفيا وجراسة، هي كانت يبدو مقر للألوية، ألوية الجيوش الرومانية، وبالتالي في سراديب تحت الأرض، موقع مهم جدا. يعني أحب أني أوجه النظر إله، وإنه يعني يتم استملاك القطاع الأراضي اللي متواجد عليها هاي المواقع. يعني إذا في قيمة من هذا الحضور الطيب لك سيدي، شكرا لك يا عم. كل احترام. لأنه هذا الهدف إن نأشر على مرافق غير كيف احنا قدرنا نستطيع ان نحافظ عليه. اثنين، نخبل دائما دور السفارات الخارجيه الاردنيه، يعني السفراء يروحوا والموظفين يروحوا، بس يعني على المؤاخذه ما عمرنا شفنا سفاره قامت بنشاط بالتعاون معكم بترويج الاردن السياحية، مع انه راح يكون التكلفه عليكم جدا بسيطه، يعني اكثر من او جزء ممكن يكون نتيجها اكثر من عمل حمله تكلف مئات الالوف من الدنانير. احنا يعني دائما نسال أين دور السفارات الأردنية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بإظهار الأردن وإبراز مكامن القوة. ثانياً، إحنا كنا مستفيدين خلال السنوات الماضية من الطيران منخفض التكاليف. الآن خرجت شركات، دخلت شركات، إحنا إلى الآن مش عارفين بالضبط شو الأصوات اللي أنتم تتوقعوا منها دخول أو جذب أكثر عمقاً من الجذب اللي إحنا كنا نتولى خلال أول كنا نتلقى خلال السنوات الماضية. شكرا معك. كلها مهمة. بدي أجيب يعني أجاوب عليها بالإجماع. هلا الموضوع البنية التحتية، إحنا بالأردن عندنا 15,000 موقع أثري، يعني بدك يجوز مليارات عشان تحافظ عليها، وبدك تحط حراس وتحافظ عليها. فأنت موضوع انك انت تدخل على كل المواقع الاثريه مره واحده، انا بحكي بالنيابه عن زميلي مدير عام الاثار، لاني يعني بحضر له وداخل في التفاصيل. ان شاء الله سيدي. موضوع النظافة والحمامات باكد لكم الان في اعطاء القطاع الخاص لاول مره وزاره السياحه طرحته، كل المواقع الاثريه الرئيسيه الان تقام او يتم تنظيفها من قبل شركه خاصه، الحمد لله في خدمات كثير افضل من السابق، تروح تزوره بتشوفه. موضوع المؤثرين، اكثر من الناس سال المؤثرين. انا شوف دور الهيئه، نحكي بصراحه، هلا لو اقعد احكي انا مليون سنه واحط اجيب بريس ريليس او الخبر الصحفي اعطيه للصحفي، ما بيكون اثره للمتلقي مثل المؤثر. بسموه اللي هو المحتوى اللي طالع من المؤثر، بسموه اليوزر جنريتد كونتنت. احنا بالهيئه سنويا مستضيف بين 1000 ل 1500 مؤثر عالمي. آلية الاختيار، ما يكون المحتوى اللي عنده لا سمح الله يثير حفيظتنا احنا ضمن عاداتنا وتقاليدنا، يكون بالضبط يكون يعني متخصص في موضوع السياحه والترافيك كهيئة. ففي كرايتيريا، في عندنا سيستم بتغربل وبتطلع زي سوشيال بيكر وغيره، وانتم بتعرفوا هذا الحكي، بتطلع لنا عمليه الدفع. وباكد لكم ما دفعنا لاي مؤثر عالمي مبلغ. احنا مستضيفه تكت طياره واقامه، ومعظم الاستضافات بتصير الملكيه يعطيهم العافيه بيعطونا التيكت فور فري، والفنادق تستضيف
مجانا معظم يعني او باسعار رخيصه جدا، لانه بيعرف المؤثر بيجي. هذا نوع الشراكه بين القطاع الخاص واعضاء الهيئه. مسؤوليه كمان الناس الثانيه طبعا، ما احنا شراكه يعني مجلس اداره الهيئه في ملكيه وفي جمعيه الفنادق، ففعلا في شراكه وتفاعل، لانه عارفين اهميه هذا وجوده في الاردن، ويتم اختياره حسب السوق وحسب النوعيه اللي بيجي. على قضيه الكلفه انا بقول لك اياها كاش سيدي، بنتك الطياره اقامه والله نوصل 1200 دينار ما لا يمكن سيدي. بأكد من هذا المنبر وإعلامي بتأكد إنه هاي أوراق الهيئة مفتوحة وحساباتها موجودة، لم يتفع دفع أي دينار لأي مؤثر، لأنه أحكي لك إياها ليش. من مصلحة المؤثر يجي على الأردن مين مكان يكون، حلمه يوقف قدام البتراء ويتصور، لأنه المحتوى تبعه بزيد إذا تصور قدام البتراء بوادي رم أو بحر الميت أو المنفص. فبالنسبة للأردن للمؤثرين لموجودينهم الإعلاميين اللي عارفين هذا الحكي، بالنسبة له ك كحساب له من مصلحته يجي على الأردن، بالعكس هو بيجي بطريقة يعني اللي حكيت فيها أبدا ما في أي دفع لأنه مصلحته. القضية الثانية موضوع البرامج السياحية، إحنا بدي أكد لكم الآن التجارب السياحية محلية هي هاجسنا. يعني أقول لك أنا شخصيا والفريق موجود بالهيئة ومعالي الوزير، هناك بلشنا قبل 3 سنوات ب 12 تجربة سياحية محلية من الشمال للجنوب. كان في عندنا تجربة سياحية محلية المجتمع المحلي في الشمال في أم القيس، واحدة بإربد، واحدة بعمان، اثنتين بعمان بعجلون، وواحدة بوادي رام بالعقبة. الآن رصدنا من خلال التعاون مع وزارة السياحة 750 تجربة سياحية محلية، مجتمع محلي بلش من المشاريع. 220 تجربة محلية جاهزة للتسويق، ومن ذلك بلاتفورم ويب سايت جاهز راح نطلقه قريبا جدا. وبالثانية بدهم شوية دعم تدريب وشوية دعم حتى يقدروا يطلعوا مشاريع. هناك توجه لدى الدولة لدعم هذول المشاريع، لأنه فعلا هذول شغل الأردنيين الآن، هذا مصدر لتشغيل وقاعدين يسوق لهم. راح نطلق الويب سايت الخاص بموضوع التجارب السياحية المحلية بعتقد خلال شهر من الآن. وهاي الآن عم نحفز مكاتب السياحة إنه برنامج السياحة اللي بتحطه ما يكون كلاسيكي، بدك تضم فيه تجارب سياحية محلية وتروح على مواقع ما حدا راح. قاعدين نحفز على أم رصاص، أم جمال، نروح على الطفيلة، على طانة، على السلع، على مادبة، على السلط، مناطق الموجودة داخل السلط، مناطق الموجودة بالكرك، مناطق الموجودة في بالمفرق الأزرق. قد ما بتقدر تحط تنوع برنامج، فأنت بتأخذ دعم أكثر من الهيئة من خلال التسويق. يعني أنا لما أجي أدفع 50% من كلفة الإعلانات لمكان السياحة في الخارج كتسويق مشترك بساهم معه، بيكون في شروط، مدة إقامة أسبوع، قد ما كان برنامج متنوع أكثر بيكون فيه، بدخل مع هذا الشراكة بحاول أكثر أجبره يجيب السياح في فترة اللو سيزن أو فترة مشتت الدواء. فعم نحاول إنه نشتغل معهم حتى نضيف أكثر هذا الموضوع. عم نشتغل لجواب السؤال الثاني، نعم عم نشتغل مع إكسبيديا، نشتغل مع booking.com، نشتغل مع hotel.com، نشتغل مع كاياك، نشتغل مع يعني كل الأجريجيترز هذول حركات البحث، قاعدين نشتغل ومنحط التجارب السياحية محلية ومندرب هذول الناس إنه يحط موقعه أو تجربة سياحية على هذه المواقع. وهناك كمان في بادرات الشبابية بالأردن عندهم محركات بحث خاصة فيهم قاعدين ندعمهم، عشان هيك بتشوفوا سياحة الأفراد يروحوا على مواقع سياحية إحنا كأردنيين ما بنعرفها، دليل إنه إحنا قاعدين في تسويق عم نوصل للخارج. السياحة الداخلية برنامج أردننا جنة الحقيقة برنامج مهم جدا، هو الشراكة ما بين وزارة السياحة وهيئة تشريط السياحة. إحنا قاعدين نقدم الباصات مجانيا حتى إنه نحفز الأردنيين يزوروا المواقع. البرنامج غير التقليدي برضه قاعدين بنحط مواقع سياحية مش التقليدية، نحاول إنه نودي أكثر على مناطق ما احتاج الأردنيين على زيارتها. اتفاقيات حكينا على سفارات الخارج، حقيقة هناك شغل كبير. يعني إحنا أنا على تواصل دائم مع أصحاب السعادة السفراء، في شغل كثير سفارات عم بيشتغلوا عليه وجودتوا ما بتعرفوا. يعني قضية إنه السفير لما يدعو عنده على البيت أكبر مكاتب سياحة عنده على البيت أو رؤساء الكنائس الموجودين، هذول بيجوا على الأردن، فأنت بتدعي على بيت الأردنيين
بصير عمل برزنتيشن، ببعث له برزنتيشن والافلام على الاردن بحفز، بقرر يجي على الاردن، في شغل كثير معهم. بالمعارض الخارجيه دائما اصحاب السعاده السفراء موجودين، وصار في دورات تدريبيه الان من قبل الهيئه لا من خلال المعهد الدبلوماسي للملحقين الدبلوماسيين على كيفيه تسويق وترويج الاردن، بكون صوت هيئه تنشيط السياحه بيحكي بنفس الطريقه اللي احنا بنسوق فيها وعم بيشتغلوا معنا بشكل كبير. لكن اعلاميا هذا شغلهم، يعني احنا واجبنا واجبهم هذا الحكي. لا لا سيدي، في سيستم، في سيستم عم نشتغل عليه مع السفارات، في برنامج متكامل مع وزارة الخارجية في هذا الموضوع. طيران منخفض التكاليف، هي الفترة بأكدكم هي فترة الصيف شوي عشان أحداث، راجعين إن شاء الله بقوة بشهر 11 أكثر من أول، متفائلين. الأسباب أنتم شايفين كيف، يعني إن شاء الله أنه ترجع إلى مسارها الصحيح قريبا. اللي تفضلت فيه عند الآثار العامة، يعني أنا بنطر الصورة وزي تفضل معالي لا مدير عام الآثار على هذا الموضوع حتى نسلط الضوء على هذه الخدمة اللي تفضلت فيها. يعني أعتقد جاوبت بشكل عام على جميع الأسئلة. إيش السؤال اللي ضيف؟ السؤال اللي هو يعني أكثر دولة تيجي سياحة على الأردن هي أكثر دولة وأربع خمس أيام في شرم الشيخ. شكرا ذكرتني. أكثر دولة بتيجي يعني من الأسواق العربية المملكة العربية السعودية، حوالي 1,100,000 سائح سنوياً بزور المملكة العربية السعودية. السوق الثاني أوروبياً الولايات المتحدة حوالي 270,000، الباقي الدول الأوروبية بيحكي قاعدين بين، يعني السوق الإيطالي السنة الماضية كان حوالي 120,000 إيطالي، الألمان حوالي 70,000، الفرنسيين 90,000، يعني تقريباً بهذا هذه الأرقام. ليش؟ السؤال دائما اللي بجاوبه بنفس المؤتمر، ليش الكلفة؟ سيدي خليني اعطيك اياها. بدك تحكي لي مصر او تركيا، مصر شرم الشيخ فيها اكثر من 90,000 غرفه فندقيه، ففي عندك منافسه. يعني انت دائما، انا بحط دائما قطاع الاتصالات كمثال، احنا ارخص اتصالات في العالم ككلفه. ليش؟ لانه عندنا ثلاث شركات بقدموا خدمه ل 10-11 مليون، لانه في عرض كثير فالسعر بنزل. ففعلا في عندك انفنتوري او مخزون من الغرف الفندقيه خصوصا الشاطئيه. القضيه الثانيه مش دفاعا، كلفه المنتج السياحي في الاردن او الفندق كثير غالي، يعني بين كهرباء ومي ورواتب وكلفه الانشاء تقريبا 40-45 دينار الغرفه بتكلف الفندق وهو مسكر، يعني فنادق البحر الميت العقبه تحديدا 40-45 دينار اذا ما اشتغل وهو مسكر، هي كلفه الغرفه. بمصر او بتركيا بجوز تكون 7 دولار أو 8 دولار. القضيه الثانيه بيشتري انت الاردني لما تطلع برا، المكتب السياحي الاردني بيكون مشتري بلك مجموعه من الغرف، بيشتري له 2,000-3,000-4,000 غرفه على مدى السنه وبدفع حقه اب فرونت، فباخذ الغرفه ب 20 دولار. يعني التركي او المصري اذا بده يشتغل على طريقتنا يروح يحجز غرفه بنفس الفندق اللي انت نازل فيه بالطريقه انه انا بحكي تليفون او قبل بليله بدي انزل على الفندق، بده ياخذ الغرفه ب 250 دولار. فهذا الفرق اللي عم بصير قاعد. يعني هو مش دفاعا لكن عمليه عرض وطلب، وموضوع انه عدد الغرف الفندقيه الموجوده بالخارج اكثر من الاردن بكثير. بس كان في رد يعني بدي أجاوب بس في نقطة نسيتها. إحنا بالعالم كلياته في بسموه السيزن أو يعني إحنا خلينا نقارن خلال فترة الأسبوع. ديفنتلي بيكون بنهاية الأسبوع جمعة وسبت، خميس جمعة سبت بكل العالم غالي، بالأعياد غالي مرتفع السعر. إحنا خلينا عشان نقارن بالعدالة، خلينا نأخذ أيام الأسبوع العادية. يعني أنا بديش بدي أحكي بصراحة، ويعني بهمني الاقتصاد الأردني، بهمني يجي يعني صعب بالأردن. لا يعقل إنه سعر الغرفة بفنادق الخمس نجوم على الدوار الخامس معدل 160 دينار الليلة. تعرف إنه نفس الفنادق هاي نفس البراند في دول ثانية أقل غرفة 500 دينار، أقل غرفة.
فأنت بيبيع الفندق الخمس نجوم قاعد بالدوار الخامس والسادس 150-120 دينار الغرفة، بدي يضطر الفندق الثانية تنزل ل 90، الفندق الأربع نجوم تنزل ل 50، الثالث يقدر يلاقي شغل، لأنه يجب أن يكون هناك حركة تصحيحية الأسعار لموضوع أسعار الفنادق. بالنسبة للأردني، أنا بحكي عن عمان قاعد، بالنسبة للأردني أكيد بده يكون هناك برنامج أردننا جنة، بأكد لك إنه تطلع فيه تطلع بسعر كثير مدعوم موجود، وأتمنى إن شاء الله إنه يكون في عندنا استثمارات أكثر في البحر الميت والعقبة حتى نزيد المخزون، وبالتالي يصير منافسة بين فنادق 4-3 نجوم. أنا بقول لك بحاجة لفنادق 4-3 نجوم في البحر الميت والعقبة شاطئية حتى نقدر إن شاء الله نقرر. في كان على موضوع المؤثرين يدخل المؤثرين. شكرا سيدي. إحنا يعني نوعين، موضوع السياحة الخارجية أنا بهمني إنه السائح الأمريكي والفرنسي والإيطالي والألماني هو يجي على الأردن، فالمؤثر اللي بيشوفه هو المؤثر اللي بيلحقه من هاي الدول نجيب عشان نحاول نسوق. المؤثر الأردني كثير مهم سيدي، إحنا عملنا مبادرتين مع مؤثرين أردنيين، نزلنا على البتراء ونزلنا على العقبة قبل فترة، بتمنى كمان يكون في مبادرات ثانية. إحنا جاهزين نشوف كهيئة إرشاد السياحة بأي وقت أي مبادرة من الإعلاميين والمؤثرين، إحنا جاهزين حتى نسوق بلدنا الحبيب. أنتوا كل واحد فيكم منصة إعلامية متحركة، ظل دائما أحكيها، فبدي أترجى إنه إحنا أبوابنا مفتوحة، إذا أي مبادرة من الإخواننا وأخواتنا وأخواننا الإعلاميين والمؤثرين الأردنيين يجوا على الأردن، لأنه كل واحد إجاني كمبادرة مجموعة من المؤثرين الأردنيين دعمناهم وأعطيناهم ونزلوا معنا وسوقوا بشكل كبير، وبوجههم الشكر. يمكن الأردن معهود بمهرجان جرش، يعتبر يعني كرة المهرجانات الأردنية، أنا عارف إن طبعاً تنظيمه من وزارة الثقافة، لكن حتى الآن لم يذكر أن المهرجان سيقام أم لا نتيجة الأحداث غزة في شهر 5 ومهرجان شهر 7، وأعتقد إن زي الأيام دي كان في كلام عن المهرجان هيعقد وكده، فده ممكن يكون يعني الخالف بيسأل هل المهرجان هيعقد في ظل الظروف الحالية ولا لا. النقطة الثانية حضرتك أشرت إلى فكرة التحالفات مع الدول الأردنية وخصوصاً مصر بحكم العلاقات القريبة والقوية بين الدولتين، وكان مؤخرا يعني اللجنة العليا المشتركة ما بين الدولتين، وكان قطاع السياحة حاضر على مادة المفاوضات، وهناك أيضا مشروع الترحال أو الطريق العائلة المقدسة اللي بيربط برضه مصر وفلسطين وغيرها. لأي مدى وصلت هذه المناقشات وهذه المبادرات؟ شكرا لكم. له دور كبير في تعزيز وتنشيط السياحه وتقديم عروض الاردنيه، هل ممكن تطوير على هذا البرنامج ليشمل مناطق اكثر في الاردن، وهل سيتم اعاده تجربه تفريق عجلان؟ شكرا. محمد علان زي سرايا، عليك ان نعرف انه برنامج اردنا جنه مخصص للعائلات فقط، لماذا لا يتم تخصيص رحلات المتقاعدين المدنيين والعسكريين بحيث تكون الرحلات مخصصه للرجال او للنساء؟ شكرا لك. أنت أسأل بس عن عدد مبيعات التذكرة الموحدة منذ بداية العام، وشكرا. من جديد الشاهد، سؤالي إنه ما مدى تفاؤلكم في صرف هذا العام في ضمن المشاريع والخطط اللي تم وضعها؟ وبدي أرجع لموضوع المؤثرين في ضمن حملات المقاطعة للمشاهير، هل هذا الموضوع رح يأثر على عملية اختياركم وسيتم يعني مراعاة هاي النقطة؟ شكرا. أرجوك بدنا نسأل عن نوعية السائح القادم للأردن، نوعية السائح اللي بحثنا عنه في الأسواق الجديدة، سائح غني أم سائح فقير؟ لأنه المعروف السائح بالأردن يجي ليوم واحد، وهاي سياحة اليوم الواحد كمان مشكلة، سائح أوروبا الشرقية بفرق عن سائح أوروبا الغربية، اليوم في أسواق جديدة بإفريقيا، أسواق محتمل أو أسمح لنفسي أن أقول أسواق فقيرة، فما بعرف إلى أي مدى تم دراسة نوعية السائح القادم للأردن. شكرا. كيف تتوجه موافقة سياحية خاصة بالقراء يعني والأماكن الأثرية
ك يعني في الدراما الاردنيه او العربيه، يعني هذا الشيء يعني بجذب ممكن السياح بشكل اكبر من الموفرين يعني. واحنا شفنا يعني بعض الدول انتجت هذا الشيء حتى اصبحت يعني بشكل موجود في كل بيت، يعني بتابع خايف اعمال دراميه او السينما يعني على نهج مثلا وادي رم او البتراء يعني. يعطيك العافيه. السلام عليكم. بخصوص دعم المؤسسات السياحية مثل الفنادق والمطاعم السياحية في ظل الركود، بعض الجهات السياحية بتطالب بدعمها، أنها بتواجه حقيقة خسارة وبعضها بواجه الإغلاق، والبعض استغنى فعلا عن الموظفين عندهم. أيضا موضوع المشاريع السياحية، جرش كانت موعودة بمشروع سياحي كبير يربط بين المدينة المدنية والمدينة الأثرية، وما بعرف شو مصير هذا المشروع لحتى الآن. أيضا عجلون بعد التفريق تبين أنها يعني بتواجه ازدحام وغير مؤهلة تماما للسياح. شكرا لكم. محمد زايد مدير مجلة المرأة. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، مجموعة القلعة موس الإعلامية، أحمد السيد. السؤال الأول: كيف تواجهون التحديات التي فرضتها الظروف السياسية الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، وكيف تلك الظروف على من أثرت تلك الظروف على السياح؟ هذا السؤال جواب عليه. نعم، هل هنالك دراسة من قبل الحكومة كما تحدث معالي الأستاذ بالفنادق الخاصة أسعار مرتفعة؟ لماذا لا يكون هنالك يعني من نفس الحكومة أن تقوم بإنشاء فنادق وتكون بإشراف الحكومة وبأسعار يعني معتدلة لجلب السواح إلى المملكة؟ شكرا. شكرا سيدي. أول سؤال كان عن موضوع مهرجان جرش. بصراحة الآن قاعدين إحنا في اللجنة بدرسوا في موضوع المهرجان، لكن لغاية الآن لم يتم الإعلان عن مهرجان البرنامج، لأنه في إدارة مختصة زي ما تفضلت وزارة الثقافة المعنية في إعلان المهرجان مهرجان جرش. موضوع الشقيقة مصر، أصلاً البرنامج دخلت بالتفصيل، البرنامج اللي راح يكون اللي راح يتم تسويقه مسار العائلة المقدسة، يعني متفقين عليه مع أخي رئيس هيئة تشريع السياحة عمرو القاضي والشباب الموجودين، والبرامج المشتركة على أساس تكون كمان على كل الأتراكشنز أو التجارب السياحية في جمهورية مصر العربية. راح يكون هناك روتشو مشترك ما بين القطاع الخاص وكتب السياحة العربية والمصرية. هذا الموضوع في موضوع تطوير برنامج أردننا جنة. نعم، الآن إحنا بكل مرة قاعد نضيف عليه تجارب سياحية جديدة، بنكون حريصين إنه كافة ممثل لكافة المحافظات قاعدين بنحاول نكون البرنامج أكثر مدعوم أكثر للمحافظات البعيدة والتجارب السياحية اللي ما عليها تركيز، خصوصاً اللي بمناطق اللي ما فيهاش عليها سياحة عادية، فبنكون الدعم أكثر إلها. زائد راح نطوره إن شاء الله على موضوع إنه مش بس يكون عن طريق مكاتب السياحة، يكون تقدر تحجز دارك انت وعيلتك. هذا الموضوع بدي اجاوب موضوع المتقاعدين. لا سيدي، تقدر حتى مين مكان يكون مجموعه سياحيه متقاعدين او غيره يحجز على المكتب، قول له انا بدي هاي مجموعه متقاعدين شباب صبايا ستات بيوت اطلعوا بالبرنامج، بيصممون البرنامج كثير مرن وبيقدروا يحجزوا لك الباص برنامج حسب المجموعه الموجوده. موضوع سألتني سؤال، أنا جايبه معي هون، موضوع بيعات التذكرة الموحدة. عندي تقريبا 49,903 أول شهرين الأرقام الأهمية. نعم، أول سوق فرنسي 8,154 تذكرة. هذا دليل انه سياحة الافراد قاعدة بتزيد على الاردن، لكن اكيد مقارنة مع السنة الماضية هو اقل، لكن بحاجة انه ان شاء الله يزيد العدد.
غير التفاؤل هذا يعني. شوف برنامج الصيف بعتقد انه المهرجانات بعتقد راح تكون موجوده في فعاليات زي ما حكيت فعاليات عائليه، وتعرفين الصيف هو يعني زياره اشقائنا واخواننا من دول الخليج العربي، فالبرامج كلها مصممه لتخدم تفضيلات وتطلعات السائح العربي في عمان ومناطق الشمال تحديدا، وبالتالي راح تكون الفعاليات موجوده. متفائلين فتره الصيف موضوع السوق العربي، متفائلين انه الان في حركه راح تكون لطيران جديد راح يتم الاعلان عنه ان شاء الله قريبا من احد الدول العربيه، جديد راح يجي على الاردن وعلى عمان والعقبه. متفائلين برضو انه يكون الصيف هذا في نوعيه جديده من السياح اللي هم خصوصا الطيران منخفض التكاليف اللي مستمر من دول الخليج عم بيجي عندنا، فإن حوالي 6 شركات منخفض التكاليف عم بيجوا على الاردن، يعني زي فلاي ناس، زي فلاي اديل، زي جزيره، زي فلاي دبي العربيه، ويز اير ابو ظبي، هذول كلهم طيران منخفض التكاليف. تعرفين هذول خلال فتره الصيف بيجوا فتره بعد ايام من الاردن ان شاء الله راح تكون ان شاء الله وجهتهم، بعدين بنسوق هذا المحتوى لهم. نوعية السائح القادم للأردن، سيدي إحنا الأردن نستهدف السائح المتوسط والمرتفع الإنفاق. إحنا مش أردن، الأردن ما فيها منتج الأول إنكلوسيف، يعني ما يعني الأول إنكلوسيف اللي هو جميع الوجبات. الأردن بالنسبة لي نستهدف زي ما حكيت لك الميدل أبر كلاس، المنتج السياحي والتجربة السياحية ونوعية الخدمة المقدمة ونوعية الأكل. ما بقدر أنا أنزل مستوى أجيب سائح فقير، ما بزبط معي. يعني اللي بيقول لي بدي أجيب سائح $200 لمدة أسبوع على الأردن، بقول له خليك ما تجيبش، أنا سائح الحقيقة. تأكيد على موضوع أفريقيا، بدي يعني أنا تفاجأت حقيقة بمستوى الدخل والإنفاق والأوتباوند توريزم من أفريقيا، خصوصا السياحة الدينية المسيحية والسياحة العلاجية. دول أفريقيا عم تصرف مئات الملايين على العلاج في تايلاند وفي تركيا وألمانيا، فجايين اللجان المختصة اللي تقرر وين ترسل المرضى رح يجوا على الأردن جايبينهم إن شاء الله قريبا حتى يزوروا مستشفياتنا ويطلعوا على الخدمات ويتعاقدوا مباشرة مع مستشفياتنا الأردنية والعيادات، ويصير في إرسال المرضى للأردن في تسهيل من التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الخصوص. زيارة يوم الواحد أكيد يعني واحد فقير بده يسافر، يعني واحد فقير بده يسافر، كيف بتصير يوم واحد؟ يعني طيارته بس تيجي طيارة، فيش طيارة ديلي، يعني الطيارة على الأقل بده تيجي اليوم بدها ترجع مرة ثانية على بلده بعد 4-5 أيام، فعلى الأقل بده يقعد 4 أيام. زوار اليوم الواحد ما عندناش هاي حركة زوار اليوم الواحد نهائياً إلا الترانزيت، والترانزيت هذا العالمي بتسمح يكون في تصوير للدرون بدون ترخيص. وأنت شايف كيف عم بصير قاعد الآن، كل الهجمات اللي عم بتصير موافق طيارات المسيرة، فبالتالي قضية المصادرة لازم يكون ماخذ تصريح، لازم يكون ماخذ تصريح موافقة وفي مرافقة أمنية حفاظا على الأجواء، لأنه بتطلع على مسافات عالية في طيارة، ما بصير إنه تطلع طيارة بدون يكون في تنسيق مع جهات أمنية. إحنا كاينا الآن يوميا في عندي تصوير بالدرون، وكثير في شركات بتصور بالدرون بتاخذ الموافقة من الهيئة والجهات الأمنية بطلع بصورة، بس يعني مصادرة أي دولة في العالم تتصادر. في مجتمعات محلية أحيانا هي بترفض إنه تفاجأ واحد بصور برمضان، صار حالات معينة إنه هم الناس ليش بصور كيف بصور مين صور. على أي حال إحنا حابين نضع في كمان مثل دكتور موضوع السياحة العلاجية، لأن السياحة العلاجية تراجعت، فضلت أشرت في جزئية موضوع أفريقيا يعني. في ناس يتحدث أيضا عن السياحة الطرق الصوفية اللي موجودة بشرق آسيا، وهذه الطرق الصوفية حتى من قيمة اليوم لو أجى واحد بيها شكرا. سؤال، خلينا أبلش موضوع السياحة الإسلامية. إحنا من 5 سنوات اشتغلنا على برنامج عمرة بلس اللي هو ماليزيا إندونيسي تركي أو مسلمين موجودين في شرق آسيا زي ما تفضلت عليه على العمرة بلس، بيجي بيخلص العمرة بيكمل على الأردن بزور مقامات الصحابة والأنبياء وموقع أهل الكهف كثير مهم وشجرة مباركة، وبنزل بيكمل على القدس المسلم. هذا البرنامج كثير ناجح واشتغلنا عليه حتى هاي السنة والسنة الماضية، طلع معنا حوالي 10 مكاتب سياحة وسفر جوي مع إخواننا السعوديين
كان السفارة السعودية كان السعودية يبيع مكة المدينة الأردنيين يبيعوا الأردن فلسطين ترى النهر. فالأمور إن شاء الله يعني هذا كثير مهم شغالة فيه في أرقام ممتازة هاي الدول. وعندنا بروشور للسياحة الإسلامية وفي أبليكيشن للسياحة الإسلامية أطلقناه بيودي كل المقامات والمواقع الإسلامية بعطيك الجوجل ماب وصلك هناك وبعطيك أشياء أتراكشن اللي حواليه. أطلقناه للعربي الآن عم تترجم للإنجليزي والإنجليزي والتركي. حكينا إيش السؤال الثاني بعدين؟ السياحة العلاجية. السياحة العلاجية الآن شوفوا خلينا نكون واقعيين، المريض بيجي عشان الدكتور عشان الآن مجلس الوطني للسياحة العلاجية انعقد في وزارة السياحة ووزير الصحة. الآن في برنامج منصة سلامة اللي أطلقناها إحنا في فترة كورونا. الآن بالمراحل النهائية لوضع البرامج اللي هي الباكجز اللي هي دور بدور. دائما نقول لك إن التحدي يا أخي بالنسبة للسياحة العلاجية ما عندي أنا برنامج أو سعر واضح. الآن نحط أسماء الدكاترة الموجودين، نحط أسماء عفوا أنواع العمليات مع الكلفة، وهناك مراقبة من وزارة الصحة ورقابة الأطباء على موضوع أي لا سمح الله يكون فيه يعني تجاوز على هاي الأسعار المعلنة، وفي رقابة من وزارة الصحة ووزارة السياحة على موضوع ممارسة اللي هي استقطاب سياحة المرضى اللي بالأردن. هي تشكيل سياحة عملنا قبل ما تكون الجوازات بتشوفوا مطار الكعبية في مكتب السياحة العلاجية والسياحة التعليمية موجود. الآن بيكون في أمان ملاحقة لأي تجاوزات سواء في المطار لقضية البروكرز أو اشتغلوا على موضوع توزيع المرضى، زائد أي شكوى بتيجي على أي ممارسة طبية لا سمح الله بقضية الأسعار، فهيكون هناك إجراء مباشرة بحق هي الجهة من قبل نقابة الأطباء والجهات المعنية. معالي وزير الصحة داعم هذا الموضوع، منصة سلامتك راح تكون نقلة نوعية في موضوع السياحة العلاجية للأردن، لأنه سيكون هناك برنامج أو باكج بسعر واضح ما في أي لبس لحالات مرضية أكثر طلب على الأردن، ما توسعها كثير لكن شفنا الحالات المرضية والعمليات اللي عم تطلبوها في عليها طلب. جهد عظيم للدكتور يعطيك العافية. أيضا خلينا نشير ضمن الجهد اللي شاركنا فيه من هيئة نشيط السياحة، بصراحة فرصة إني نوجه لك شكر للدكتور. إحنا يوم الثلاثاء والأربعاء القادم 21/20 راح يكون عندنا منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي اللي هو العقد لأول مرة تنظيم من وزارة الاتصال والحكومة الأردنية، بيعاين تحولات الإعلام والرقمنة وأيضا بيحاول يضع بعض الحلول وأراء. هناك معرض أيضا التحول الرقمي في مجال الإعلام، يشارك في هذا المنتدى أكثر من 60 ضيف من خارج الأردن، متحدثين أو ضيوف من المؤسسات الإعلامية العربية العريقة وأيضا من المؤسسات الدولية التركية وروسيا وأيضا شبكات أجنبية عربية موجودة في المنطقة والإقليم. هيئة ترشيد السياحة من الداعمين الرئيسيين لهذا المنتدى، ونتيجة لهذا أيضا رتبنا زيارة لسوق المنطقة البطرة هي أيضا مشكورة من الجهات الداعمة لهذا المنتدى. أولئك الإعلاميين الإعلاميون سيزورون البقاء وهذا جزء من هدفنا في الترويج والدعم. مرة أخرى في نهاية هذا اللقاء أشكر الدكتور عبد الرزاق. في النهاية عندما نتحدث بصراحة عن اقتصادنا وأولوياتنا الوطنية يجب أن نكون واضحين فيها، يجب العمل على بنية الاقتصاد، استعادة الحياة هذه المفردة التي رددها دولة رئيس الوزراء في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة. إحنا قادرين أن نواجه الأزمات، علينا أن نؤمن بما هو موجود في بلدنا من إمكانيات ومن قوة ومن دور وطني وعربي وإسلامي يمارس الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية. هذا موقف مهم، لكن هذا لا يمنع من أننا نعمل على استعادة حياتنا والدفاع عن مكتسباتنا وأيضا بما يتناغم مع قيمنا وحقوقنا وحماية إنجازاتنا، وبالتالي هذا لا يتم إلا بالاستدامة والعمل على دفع القطاع السياحي كل ما نستطيع لكي نحافظ عليه كقطاع مؤسس ومهم وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني. شكرا لكم وبارك الله فيكم.